السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لدينا هنا كارت مير جي 41 دي ديال 3 لارام دي ديال 3. سوف نقوم بعملية التجربة عليها ونضع كارت تيست ونرى الأكواد كيف عندما تكون لارام موجودة أو غير موجودة، وبعض الأخطاء، ربما خطأ في البروسيسور أو أي شيء ثاني. سوف نركب كارت تيست ونركب التغذية ونرى ماذا تعطينا من الأكواد. هكذا ركبنا التغذية. سوف أركب المروحة، دائما أركب المروحة لتجنب سخونة البروسيسور. هكذا سوف نجرب كما هي، نرى الكود ماذا تعطينا. لا نركب لارام ونرى الكود الذي تعطيه لنا. هكذا كما ترون، ها هو الكود 00، واللمبة مشتغلة اشتعال هافت وهي لمبة الفرام، أما اللمبات الأخرى مطفية، لمبة راس ولمبة كروك مطفية. سوف أضع البيزر لكي نرى ماذا يعطينا في الخطأ هذا بدون ضرر. لدينا هنا البيزر، سوف أضعه في مكان مكتوب سبيكر. هنا هي مكتوبة سبيكر، هنا مكتوبة في هذا المكان مكتوب سبيكر. سوف أشغل الكارت مال عن طريق البيزر. سوف نرى ماذا يعطينا الصوت عندما تكون لارام غير موجودة. سوف أشغل كارت مال. هنا لم يعطيني أي صوت، هنا لا يوجد أي صوت. احتمال كبير أنه يوجد خطأ في البروسيسور أو يوجد خطأ في البيوس، ربما أن البيوس غير موجود نهائيا أو في البروسيسور. سوف أنزع في شت البروسيسور، سوف أنزع في شت البروسيسور تعطيه نفس الكود أو يتغير الكود. لقد نزعت فيشة البروسيسور، البروسيسور يعني المعالج، تغذية المعالج، هذه لتغذية المعالج نزعتها وأشغل الوحدة. سوف أقوم بعملية تشغيل. ها هو نفس الكود، نفس الكود ولم يعطيني أي صوت. هنا المشكل، هنا المشكل، وما دام اللمبة فرام مشتعلة المشكل احتمال كبير أنه موجود في البروسيسور، احتمال كبير أنه موجود في البروسيسور. ربما يقول هناك لماذا لم يركب لارام. سوف أركب اللارام ولن تشتغل لارام. اللارام التي قمنا بعملها هي تعمل، هي تعمل في لوحة في كارت مال أخرى. سوف أركبها هنا ونرى، نرى هل يبقى نفس المشكل أو يتغير. سوف أقوم بعملية تشغيل، أركب فيشة المعالج وأركب لارام. سوف أقوم بعملية التشغيل. لقد ركبت لارام، لارام موجودة ووحدة والبروسيسور وتغذية البروسيسور، تغذية المعالج موجودة، ولكن بقي نفس الكود ولا يوجد أي صوت هنا، ولا يوجد أي صوت. يعني قلنا أنه احتمال كبير أنه في البيوس أو في البروسيسور، ولكن أنا أعلم، أعرف أن البروسيسور به مشكل. سوف أقول لكم في هذه الحالة الكود دبل
صفر صفر يعني موجود الكود صفر صفر واللمبة فرام مشتغلة ولا يوجد أي صوت على البيزر، سوف أعطيكم المشكلة الذي موجود هو في البروسيسور. سوف أنزع هذه الكابلات وأنزع المروحة. ها هو المعالج، سوف أنزع المعالج. هنا في مكان المعالج كما ترون هنا توجد أسلاك مقطوعة، سوف أقرب لكم الصورة أو لتتضح لكم هكذا. ها هي كما ترون يوجد مكان مضروب هنا وهو يوجد ثلاث أسلاك مقطوعة هنا، مقطوعة لا تتصل مع داتا البروسيسور. هذا هو المشكل الموجود في البروسيسور. والمشكل مثل هذا إما ضغط تركيب بروسيسور في غير مكانه بالضغط عليه، أو ربما سقوط عليه عندما نفتح مكان البروسيسور يسقط عليه هكذا، يقوم بعملية قطع المسمار الذي له أدمغة صغيرة ومع مرور الزمن يلتوي وينقطع هكذا. كما ترون أنه مكان هكذا، ها هو ثلاث أسلاك مقطوعة للبروسيسور وصعب تصليحه هنا، توجد صعوبة كبيرة في إصلاحه. إذا لقد تعرفنا على هذا الكود الخاص بالبروسيسور، يعني لا يعطيك، يأخذ صفر صفر ولا يعطيك أي صوت في البيزر ولا يعطيك أي شيء، فهذا المشكل مشكل المعالج. إن شاء الله أنكم استفدتم من هذه الفكرة وتقديم المزيد من الأفكار مستقبلا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.